قصة نقل جبل جليدي إلى الإمارات ليست مزحة. تشير الأخبار إلى أن الإمارات على موعد مع مفاجأة مثيرة، حيث يتم العمل على نقل جبل جليدي إلى شواطئ الفجيرة. أوضح المهندس الإماراتي عبد الله الشحي أن مشروع إزاحة جبل جليدي باتجاه إمارة الفجيرة سيتم تطبيقه وتنفيذه من خلال طرق علمية مدروسة للحفاظ على درجة حرارة الجبل في منطقة حارة، استعداداً لتنفيذه عام 2019. يهدف مشروع الجبل الجليدي والذي سيتم نقله من القطب الجنوبي إلى ساحل إمارة الفجيرة إلى تحسين المناخ وزيادة كميات سقوط الأمطار في المنطقة، إلى جانب توفير المياه العذبة وجذب السياح. شبكة أبوظبي الإخبارية.